مشاهدينا من حياة كريمة إلى الاقتصاد في نشرتنا. الأخبار الاقتصادية لدى مصطفى مزار، تفضل مصطفى. شكرا إيمان منصور وشكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أكد على أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط في استغلال احتياطيات الغاز بالمنطقة بالشكل الأمثل. وأشار وزير البترول إلى أن مصر توافقت مع دول المنتدى على سرعة تحقيق الأولويات خلال الفترة القادمة، والتي تتمثل في الاستفادة من الإمكانات والطاقات الكاملة لمصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في مصر، وكذلك الاكتشافات الحالية في منطقة شرق المتوسط للمساهمة في استغلال موارد المنطقة من الغاز بشكل اقتصادي ونقله إلى أوروبا لتلبية جانب من الطلب العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية بعنوان تسريع وتيرة استغلال إمكانات الغاز الكاملة في منطقة شرق المتوسط، والتي أقامها منتدى غاز شرق المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر جاستيك 2022 والمنعقد حاليا بمدينة ميلانو الإيطالية. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا مع وزير البترول والغاز الهندي شيري هارديب سينغ بوري والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في أنشطة صناعة البترول والغاز. كما عقد وزير البترول اجتماعا مع مدير التحول الرقمي الذكي بشركة ساب للبرمجيات هدى منصور والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض موقف التعاون مع شركة ساب، والتي تعد شريكا استراتيجيا في تنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول المصري للتحول الرقمي. كما عقد وزير البترول لقاء مع مدير مؤتمر مونيكا 2023، وتم خلال هذا اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك للإعداد لقمة المناخ كوبس 27، وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر جاستيك 22 في مدينة ميلانو الإيطالية. تبذل الدولة جهودا كبيرة ومتواصلة للنهوض بزراعة القطن ودخوله إلى سوق المنافسة العالمية، وقد عاد المحصول الذي كان قد تقلص كثيرا في سنوات ماضية إلى مكانه الطبيعي بمحافظة أسيوط بعد الاهتمام الذي أولته له الدولة المصرية بنسبة 100%. الذهب الأبيض المصري من جديد يحتل عرشه ويتصدر المنافسة في ظل اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية. زراعات القطن شهدت السنوات الماضية تراجعا كبيرا في إقبال المزارعين عليه بمحافظة أسيوط بسبب تراجع الأسعار، ولكن تغير الحال هذا العام بعد أن حظيت زراعات القطن باهتمام كبير من الدولة منذ الزراعة وحتى تسويق المحصول. المساحة في أسيوط ضاعفت عن العام الماضي 100%، السنة دي عدت 3000 فدا، وذلك بناء طبعا تعليمات فخامة الرئيس ومتابعة وتوجيهات قائد الزراعة في مصر معالي الوزير الزراعة السيد القصير بالمنظومة تسويق القطن، أدت إلى نجاح القطن في المحافظات عموما في مصر عموما وزيادة المساحات، إنه المواطن هيعرف بس زرع محصول هيلجي إيه تسويق ليه. اهتمام الدولة بالقطن ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الزراعات بنسبة 100%، وعاد المحصول ليزين الحقول من جديد وسط فرحة المزارعين بمحصول القطن. من بداية الزراعة واحنا مع الفلاح بنرشده في التخطيط والتسوية، وبعدين بنمده بالبذور اللي هي جاية من الوزارة. الحمد لله أقبل المزارع على الزراعات، الزراعات مباشرة. الناس اهتمت بزراعة القطن، والقطن بالصلاة على النبي عندنا في أسيوط من 10 ل 12 قنطار
وبالصلاة على النبي أحلى محاصيل قطن عندنا في أسيوط السنة دي. هذا ويعد القطن محصولا استراتيجيا تقوم عليه الصناعات، حيث سعت الدولة إلى توفير المحالج ومصانع الغزل للاستفادة من المحصول من خلال التصنيع، خاصة وأن محصول القطن لا يتم تخزينه، ولكن مع توفير المحالج ومصانع الغزل بدأ التوسع في زراعات القطن ليتربع على العرش. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات في نهاية التعاملات، وقد خسر فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق، خسر 3 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10329 نقطة متراجعا بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 10232 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2262 نقطة منخفضا بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة. وقد فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3239 نقطة ليهبط هو الآخر بما نسبته 66% عند مستوى 3260 نقطة. من أسواق المال إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيها و21 قرشا للشراء و19 جنيه و31 قرشا للبيع، وقد سجل اليورو 18 جنيه و97 قرشا للشراء و19 جنيه و9 قروش بالنسبة إلى البيع. أما بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 22 جنيه و94 قرشا للشراء و22 جنيه و7 قروش للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و11 قرش للشراء و5 جنيهات و14 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، صعدت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1702.59 دولار للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 948 جنيه بالنسبة للجرام، وقد سجل الذهب عيار 21 ما قيمته 1106 جنيهات، وعيار 24 والذي وصل قيمته إلى 1264 جنيه. بناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8864 جنيه. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، وقادت شركات التعدين والطاقة الخسائر مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الطلب في أعقاب بيانات تجارية ضعيفة من الصين. وقد انخفض المؤشر مؤشر النفط والغاز الأوروبي بنسبة 2.2%، في حين خسر مؤشر التعدين 2.3%، وقاد كلا المؤشرين الفرعيين تراجعا عاما في المؤشر ستوكس الأوروبي الذي انخفض 0.9% بعد تحقيق مكاسب هامشية في الجلسة السابقة. كما تأثرت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع بالمخاوف من اندلاع أزمة طاقة وسط ارتفاع الأسعار وتوقف أكبر خط أنابيب للغاز الطبيعي الروسي إلى المنطقة. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة مشاهدينا الكرام.